الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد ناصر قائد القوات الجوية الأسبق. بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في مختلف المحافظات. الأجهزة الأمنية تضبط 158 متهماً في استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت للفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي. المزيد في سياق هذا التقرير. قدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية التي أقيمت للفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، والتي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدام القادة. كان الفقيد قد تخرج في الكلية الجوية في عام 1956 وشغل عدة مناصب من بينها قائد لأحد الألوية الجوية أثناء حرب أكتوبر عام 1973، وتدرج في المناصب القيادية حتى عين قائداً للقوات الجوية في الفترة من عام 1990 وحتى عام 1996، واشترك في جميع الحروب التي خاضتها مصر منذ حرب عام 1956 وحتى نصر أكتوبر عام 1973. حصل على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية تقديراً لدوره وأعماله البطولية الخالدة. كما قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والقوات المسلحة. أطلقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال لتطعيم 16.5 مليون طفل بالمجان. وأكدت زايد أن الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات، ويستمر عملها لأربعة أيام، مشيرة إلى أنه سيتم إعطاء جرعة إضافية ضد مرض شلل الأطفال بداية من 15 من الشهر المقبل للأطفال مواليد يناير 2016 وحتى إبريل 2018. ضبطت الأجهزة الأمنية 158 متهماً خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 265,515 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 41,257 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،
و199 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 4264 قضية ومخالفة في مجالات الحفر والتنقيب الآثار وحيازة قطع أثرية ومخالفات الشركات السياحية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 6766 قضية تموينية متنوعة، من بينها 68 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 1047 اسطوانة بوتاجاز، وتقدر قيمة الغاز المدعم ب 141,345 جنيها، وضبط 20 قضية مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت أكثر من 4,683,000 لتر، بالإضافة إلى ضبط 6,678 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1,320 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، من بينها أكثر من 246 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقرابة 119 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 74,722 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 47,394,387 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، ضبطت أجهزة الوزارة خلال أسبوع 1514 قضية بقيمة مالية بلغت 2,043,767,907 جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود تتواصل ونجاحات لأجهزة وزارة الداخلية في فرض الأمن وكشف غموض الجرائم وضبط مرتكبيها لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. مشاهدينا، انتهى موجز الأخبار. شكرا لحسن المتابعة.